دخلت للسياحة من 1962. دابا هاد السياحة كانت بكري ماشي كانت مخيرة، دابا القيد كيخصو لي كوميسيون ما كيخدمش معاك، كنبقاو غير جالسين مجمعين، كنخلصوا الكراء، كنخلصوا الماء والضوء، كان الضرائب، كنخلصوا المسائل، جميع المسائل كنخلصوها، وحنا غير جالسين هنا كنلعبوا الكارطه وكان مضيع الوقت. القيد ما كيخدمش معاك، القيد كيمشي للجروند بالي، كيخدم مع الجروند بالي يعني التوش لي كوميسيون القيد. شنو الفرق الحجم ما بين شحال هادي ودابا في التجاره؟ شنو بكري كانت التجاره كانوا النصارى كيهودوا بوحدهم بلا قيد، دابا القيد كيديهم فين ما بغى، ما كيخليهمش ياخذوا الحريه ديالهم. المتجولين البائعين المتجولين كيدير القلق للسايح، كيدير له القلق، ما كيخليهش يمشي حر. ملي كيهودوا من الطالعه ولا من المدينه كيدير لهم القلق. كانت بكري كان ذاك اللي مكلف بالسياحه ما كيخليش هاد السياحه. دابا في الدروبه دايرين هادشي ديال تمازاريت، حنا كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا جميع المسائل، الضو كرا. دابا مخليين داكشي بكري ما كانش مخليين هادشي ديال في الزناقي كيبيعوا اللي كيبيعوا للتوريس. دابا يمشيو يتساراو في الدروبه دايرين الناس البازارات، ما كان غير في الزنقه ما كيخلص لا كرا لا ماء ولا ضو، وما كاين عنده صائر كيبيع ليبرتي، ما كانش اللي كيراقبوا. كانت بكري المراقبه، ما كيخليوش هاد الخطافه في الزناقي كيدوروا. القيد كيقول له يلاه كيديه فين ما بغى، ما كيعطيهش الحريه ديالو. شنو في نظرك الحل باش نخرجوا من هذا؟ الحل خص الدوله تعمل الحل لهذا الشيء، سنتي الدوله خصها تعمل الحل لهذا الشيء، تراقب هذا الشيء ديال الزناقي، تراقب هذو اللي كيبيعوا ما كيعطي لا ضريبه لا والو، جالس في الزنقه كيبيع يدير القلق للسائح. السائح كيجي خذ الراحه ديالو. السياحه خصها تكون حره، السياحه خصها تكون حره، ليبرتي ليبر ماشي تكون يدير له القلق. داك السائح براسو كيدير له القلق، كيخصو فيك يخرج من المدينه، ما كيخليهش حر. سنت هذا المشكل هذا دابا الارصفه اللي دابا واش ما عندوش مشكل عليكم نتوما حتى هو اللي مخلين هذا الشيء؟ هذه الزنقه هذه الزنقه دايره مخلين هذا خطر كثير، هذا خطر كثير. هذا الشيء فين كيتجلى هذا الخطا في نظرك انت؟ خطا السائح، السائح كي الدروبه كلها محفره كلها ودابا غير كيصوبوا عاود يطيحوا كياخذوا الدوله فلوس الدوله، فهمتي كياخذوا فلوس الدوله، كيخصهم فين يدفعوا الفلوس ديال الدوله. دابا كيبداو المشروع ما كيكملوش، كيبقاو ينقزوا. اشغال هي واقفه هنايا هذه منيوك هذه اكثر من شهرين، اكثر من شهرين هذه هي واقفه هنايا الحركه. دابا كيحفروا ويخليوك ويمشيوا لشي اخر.